محمد لما بيتعرض لحالة الاختلاج بيصير لون جسمه كامل أزرق، بتشنج عصبي، بيشد على أسنانه، عيونه بيقلبه، بيصير لون البياض فيها أكثر. كنا نسعفه للمشافي الموجودة، ما كانش فيه الاهتمام، مش انه نقول ما فيش اهتمام، بس بكثرة اللاجئين والامراض اللي كانت موجودة فما نقدر يعني انه نخليه مثلا عنده كويس.